السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يا شيخ، عندي ورق فيه آيات قرآنية بحرجه، فيها حاجة ليا دي؟ لا حرج أن تحرق الأوراق، أوراق المصحف التي مزقت والتي بها آيات من القرآن، لا حرج في ذلك حتى لا يمتهن. وقد أحرق عثمان رضي الله تعالى عنه بعض المصاحف، بارك الله فيك.